السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام، وعنوان الحلقة من رأى وسمع وقرأ صوت الحديث في المنام وتعبيرها. أحباب الله، من رأى وسمع وقرأ صوت الحديث في المنام فسيكون صلبا قويا بإذن الله ومن المؤمنين، وله بأس شديد الذي يكون له الأجر مرتين مضاعفا ومن المسبحين، وسيكون داعيا لله ومن المهتدين الذين سيهتدون على يديه الكثيرون، وسيكون من المنفقين والمزكين والمتصدقين ومن الكرماء الأجاويد، ويكون للمنافقين عدوا مبينا، ويعرفهم من غيرهم، يعني يعرف المنافق من الإيش المؤمن بالفراسة، ويكون من المتمسكين بكتاب الله ومتبعينه ومتبعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون من الصادقين والمصدقين والمتصدقين، ومبشرا بالجنة بعد العمر الطويل، وسيكون منصورا على من عداه، محبوبا من المؤمنين، مكروها من المنافقين. أما إن كان من المنافقين والضالين فعليهم الرجوع والتوبة لرب العالمين، وإلا سوف يصابون بالعذاب المهين في الدنيا وفي الآخرة في نيران الحريق مخلدون، والله أعلى وأعلى. اللهم اجعل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.